معبد الممنونيوم أحد أهم وأجمل المعابد التي شيدها الملك سيتي الأول في مصر، فهو يعد المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه وأعمدته سليمة حتى الآن، فضلاً على أن جدرانه تعد الوثيقة الأهم التي تبين انتصارات سيتي على البدو الليبيين والأموريين. ما زالت حضارة الفراعنة هي الأكثر قدرة على إلهام ونيل إعجاب شعوب الأرض كافة، حيث يقطع السياح مسافة لا بأس بها للوصول إلى المواقع الأثرية البعيدة. ولكن عشق تاريخ الفراعنة والرغبة في مشاهدة آثارهم على الطبيعة يهون كل شيء أمام المثقفين المتذوقين للعلم والفن. النموذج هذه المرة معبد سيتي الأول بسوهاج، والذي يأخذك بداخله إلى الماضي البعيد، حيث الحياة القديمة وعظمة الأجداد، لتقف تتأمل هذه العظمة المتمثلة في الأعمدة الصامدة والأسقف القوية المكتملة والنقوش النادرة الوجود في أي مكان بالعالم. ويضم معبد سيتي الأول 7 صالات جنائزية بها أبواب وهمية وقدس أقداس يتم الدخول إليها من قاعتين متسعتين مرفوعتين على أعمدة، وفيه بهو طويل يؤدي إلى عدة غرف أخرى. المعبد يوجد به نحت بارز يمثل سيتي الأول وابنه رمسيس يقدمان القرابين لقائمة ضمت 76 جدا من أجدادهما، تبدأ بالملك مينا حتى الملك سيتي الأول، وتعرف بقائمة ملوك بيدوس، وهي مرجع مهم لتاريخ مصر القديمة. معبد سيتي الأول هو المعبد الوحيد من عصر فرعوني خالص مغطى ويحتفظ بسقفه، والمعبد الوحيد الذي يعطيك فكرة عن الأعمدة بشكلها الكامل، سواء كانت بشكل بردي أو بشكل آخر أو شكل اللوتس. أيضا هو المعبد الوحيد الذي يعطيك فكرة عن جمال الألوان في الدولة الحديثة وكيف احتفظ بها المعبد حتى هذه اللحظة. ويتكون المعبد من 7 مقاصير وصالتين للأعمدة تضمان 60 عمودا من الجرانيت، الصالة الأمامية ذات نقوش غائرة والداخلية نقوشها بارزة، يسجل جزء كبير منها لانتصارات سيتي التي حققها في العديد من الأقطار والبلدان. ويعد معبد سيتي الأول الذي أكمله ابنه رمسيس الثاني من أجمل وأندر المعابد المصرية القديمة، حيث تتصف نقوشه بدقتها ورشاقة خطوطها وجمال تفاصيلها واحتفاظها بألوانها. ومن الأشياء اللافتة للزائرين بالمعبد المناظر المنقوشة على الجدران والتي توضح تقدم علم الطب والدواء وفنون البروتوكول والتعامل عند الفراعنة، من استخدام للبخور وتقديم أكواب مشروبات الفواكه والتي تعرف حديثا باسم الفخفخينة، وأيضا الكمادات الطبية والجراحات السريعة والطويلة، وكذلك اصطياد الثيران وصراعها وحرص الآباء على تعليم أبنائهم هذه الفنون. ومن روائع معبد سيتي أيضا أنه مضاء بشكل طبيعي طوال فترة النهار نتيجة وجود فتحات مائلة في سقفه تسمح بتخلل أشعة الشمس إلى داخله بشكل يحافظ على اعتدال درجة حرارته. من معبد سيتي الأول بسوهاج، محمد العارف، النيل.